مدينة عصرية من الطراز الأول، ميادين وشوارع نموذج في الجمال والحضارة. اندماج الأجانب زمان في الحياة على أرض بورسعيد خلق شكل معماري مميز جدا في البيوت والمباني، وبالأخص الكنائس اللي بتتصنف اليوم من أجمل كنائس العالم. أما المساجد آية في الجمال والشموخ، معمار وفن على أعلى مستوى من الإبهار والفخامة. ميناء شرق بورسعيد من أجمل وأحدث المواني في العالم، إنجاز تجاري غير مسبوق في مجال النقل البحري، دقة ونظام وعالمية في مستوى العمل. الله يا بورسعيد، مفيش حاجة حلوة في الدنيا مش موجودة فيكي.